بقول لك يا بيليا، انا نفسي اطير حمام يا اسطى. قصدك ايه يعني؟ بصراحه يا بيليا الفرد اللي في ايدك دوت، الحمام دوت شكله حلو قوي، عامل زي الصقر ده. بص عينيه حمرا ازاي وريشه كبير دوت، في الجو بيبقى حلو يا بيليا. خمسه وخمسه يا عم. ايه؟ لا يا عم بصراحه انا خاف عليه طياره، ده الفرد ده مش متعود على المكان اصلا، لسه شاريه. بس شكله حلو يا بيليا، شكله حلو قوي. خد خليه معاك على بال ما اشوف امك عامله ايه، اكل ايه واجب. هات يا اسطى، روح انت وانا اخليه معايا. ما تقلقش روح. خلاص ماشي، خلي بالك من الفرد، امسكه جامد وهيقفل. اخرج، انا لازم اجرب فرد الحمام ده. طب اقول له ايه؟ ده راح بعيد قوي الفرد. اقول له ايه طيب؟ فين فرد الحمام؟ فرد الحمام؟ ياد يا بيلي، انا لقيت واحد كده بيقول لي طياره مالكش دعوه هيجي لك تاني، هو بيلف لفه وجاي. فرد الحمام فين؟ ده مش متعود على المكان اللي هنا. يا نهار اسود، كان رجع لصاحبه وفلوسه راحت عليا. والله يا بيلي ما اعرف، انا كنت ماسكه عادي فقلت الصراحه اجربه، فعملت كده لقيته طار. انا عامل ايه يا بيلي؟ ما انا مستر حمام يا عم، غور في داهيه، ده اللي يديك حمام تاني يا بابا. يا لهوي يا جدعان، قلت اضربه. انا مالي، هو اللي طار.